ما بيصلش الشركه اعرضه الليستنج. انت عندك اثنين قال لك لا قلنا انا اعتصم وهعمل اضراب ويجي لهم الاكل والبطاطين العربيات والخيام والبانجو بيزودوا 25000 وبتخسر الموزعين واللوكال معاك برضه لما يقف الولاد عندي قفلوا المنافس كلها من 120 جميع الاسواق في مصر والتصدير مفيش بلاط طلع رد الفعل ايه؟ ان الزبون اللي دفع خد لك الدين رجع الراجل بقى بدل ما كل يوم بيبيع ويتحرك ويغطي مصاريفه بدا يرجع اللي خده يرضي مين ده؟